نزال أكثر من رائع. سنشهد مقاتلة حقيقية لمن هو سيكون بالمركز الأول لنيل ذهب آسيا ومن سيكون الثاني. الجولة الأولى غالبا ما تكون الجولة الأولى جست نبض بين اللاعبين، ولكن نلاحظ في بادئ الجولة مبادرة من قبل الملاكم الأوزبكي بتسديد لكمتين إلى وجه الملاكم الهندي مع حذر شديد من الملاكم الهندي. بالتأكيد هو صاحب المبادرة الملاكم الأوزبكي. نزال أكثر من رائع، نزال ناري بين القطبين. الهند التي تعتبر قفزة نوعية في الملاكمة الآسيوية في هذا الوقت، وصاحبة الخبرة والريادة أوزبكستان يواجهون بعض في نهائي آسيا. تسديد العديد من اللكمات، لكمة جميلة من الملاكم الهندي. أعتقد تنبيه الملاكم الأوزبكي بتسديد لكمة خاطئة. تبادل اللكمات، يمتاز الملاكم الأوزبكي بالقوة البدنية وفارق الطول بعض الشيء عن الملاكم الهندي، مما يعني يجعله أكثر سيطرة، ولكن خيارات قد تكون خيارات الملاكم الهندي بتسديد الخطف اليسار إلى وجه الملاكم الأوزبكي هو مفتاح اللعب للملاكم الهندي. يسارية جميلة، تبادل لكمات بين الملاكم الأوزبكي والملاكم الهندي، جميل جدا. ترقب لتسديد العديد من اللكمات من الملاكم الأوزبكي، ويقابلها أيضا الملاكم الهندي. تنبيه للملاكم الأوزبكي لعدم إخفاض الرأس ورفعه. يستخدم الملاكم الأوزبكي الأسلوب الراقص لتجنب الهجوم المستمر للملاكم الهندي، ومن خلال تسديد العديد من اللكمات المؤثرة إلى وجه الأوزبكستاني. أعتقد هذا النزال يعني نزال صعب فنيا جدا، لا يمكن التكهن فيه ويعني إعلان أي من يكون هم المتفوق. ممكن تغير يعني مسرى أو مجرى المباراة من جولة إلى جولة أخرى لوجود مجاميع. ما شاء الله الملاكم الأوزبكي يمتلك خيارات رائعة وتسديد العديد من اللكمات المؤثرة إلى وجه الملاكم الهندي. الثواني العشر الأخيرة من الجولة الأولى، وانتهت الجولة الأولى بين الملاكم الهندي الركن الأحمر إيمت والملاكم الأوزبكستاني زوروف شوكوبيدين. نزال رائع جدا، ننتظر توجيه المدربين وإعطاء بعض النصائح للاعبين. لاحظ بالإعادة إصرار الملاكم الهندي على تسديد العديد من اللكمات، ويقابلهم الملاكم الأوزبكي بتسديد أيضا العديد من اللكمات المؤثرة، ضربات رائعة جدا. انظر الملاكم الهندي يسدد لكمات، ولكن يعني البعض منها لا تكون بالدقة بالعكس من الملاكم الأوزبكي. أعتقد أنه لديه التركيز الأكثر في هذا النزال. الجولة الثانية بين الملاكم الهندي والملاكم الأوزبكي. مستوى فني كبير جدا لنيل ذهب بطولة آسيا للرجال في الإمارات العربية المتحدة. أعتقد يعني تفوق بسيط للركن الأزرق في الجولة الأولى على الملاكم الهندي، وذلك لتسديد العديد من اللكمات المركزة والمؤثرة بالعكس من الملاكم الهندي اللي أيضا سدد لكمات عديدة، ولكن يفقدها القليل من التركيز
وهذا مما يعني باعتقادي انه يعني سبب ستكون ذهاب الجوله الاولى الى الركن الازرق. ايضا نلاحظ الملاكم الكازاخستاني الاوزبكستاني يسدد العديد من اللكمات ولكن البعض منها عشوائيه. توجيه الحكم الحلقه، ترقب من قبل الملاكمين. يساريه جميله من قبل الهندي الى وجه الملاكم الاوزبكي. يجب على الملاكم الاوزبكي الاجتهاد اكثر واكثر في هذه الجوله لضمان نيل الذهب، ذهب وزن 52 كيلوغرام. الملاكم الهندي يترقب ويستعد لتسديد لكمات لتقريب الفارق الفني بين الملاكم الأوزبكي والملاكم الهندي. نزال أكثر من رائع بين الملاكم الأوزبكي والملاكم الهندي. تعتبر الملاكم الهندية في يعني هذا الوقت لديها قفزة نوعية بالأداء، وأيضا الملاكمة الأوزبكية يعني صاحبة الخبرة والريادة في العالم. يسارية جميلة من الهندي إيمت إلى وجه الملاكمة الأوزبكي. نزال رائع وناري، محاربي آسيا، من سيكون له الذهب؟ الهند أوزبكستان. الجولة الثانية، يحاول الملاكم الأوزبكي الاستمرار بالتفوق من خلال تسديد لكمات مؤثرة إلى وجه الملاكم الهندي، وأيضا محاولات جيدة من الملاكم الهندي لتقليص الفارق الفني بين الملاكمين. يستخدم الأسلوب الهندي، الأسلوب الفايتر في تسديد اللكمات. المستوى الفني للياقة، وتنتهي الجولة الثانية بين الملاكم الهندي، الملاكم الطموح لنيل الذهب، والملاكم الأوزبكي صاحب التاريخ، صاحب الأولوية باللعب، صاحب المبادرة. نزال أكثر من رائع، متقارب فنيا. نلاحظ اللقطات، تسديد لكمات رائعة من الملاكم الهندي. قطع يسار من الملاكم الهندي إلى وجه الملاكم الأوزبكي. أيضا هجوم هندي من الملاكم الأوزبكي. يحاول الملاكم الهندي في الجولة الثالثة تسديد لكمات تقنع الحكام لنيل الذهب. نستعد للجولة الثالثة. إيمت مع زوروف شوكوبيدين. سنرى الجولة الثالثة، جولة نارية بين محاربي آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. نزال أكثر من رائع، نزال متقارب فنيا، هجوم مستمر من ريد كورنر إنديا مع تسديد لكمات قوية من الملاكم الأوزبكي وتسديد لكمات مؤثرة. أعتقد اللياقة البدنية لكل الملاكمين يعني بدأت بالتدني نوعا ما، كون جهد كبير بذلوه في الجولتين. هذه الجولة يعني أعتقد هي الحاسمة، يجب على الملاكم الأوزبكي الاجتهاد أكثر لإثبات جدارته في هذه النزال لحصد ذهب آسيا، وعلى الملاكم الهندي وضع خيارات أخرى للحد من التفوق الأوزبكي في هذا النزال. الحكم يتوجه إلى طبيب الحلبة للتأكد من الجرح، هل سيستمر باللعب أم لا؟ تتأكد يعني طبيب الحلبة يتأكد من الجرح أم يكمل النزال. الملاكم الهندي
الإصابة ليست تسديد العديد من اللكمات من الملاكم الأوزبكي إلى وجه الملاكم الهندي. يجب على الملاكم الهندي الاجتهاد أكثر. إيمت، عليك الاجتهاد لنيل الذهب. أوزبكستان قريبة. تنبيهات الحكم، تسديد المستقيم والقطع والخطاف من الملاكم الأوزبكي إلى وجه الملاكم الهندي. يعني الجهد البدني واضح جدا بعد يعني تسديد العديد من المفردات اللكمية في الجولة الأولى والثانية وأيضا الثالثة. ما زال القتال مستمر بين أبطال آسيا لنيل ذهب آسيا. الملاكم الأوزبكي يعني أكثر وضوح باللكم، وأيضا الملاكم الهندي. أعتقد الملاكم الهندي اجتهد في الجولة الثالثة. هل يكفي هذا الاجتهاد أم لا؟ سنرى ماذا سيقول الحكام على هذا النزال. النزال الناري بين أوزبكستان زوروف شوكوبيدين والهند إيمت. سيطرة واضحة من الملاكم الأوزبكي. أعتقد سيكمل النزال. هجوم مستمر وضاغط من الملاكم الهند على الملاكم الأوزبكي لكسب درجات هذه الجولة. آخر 10 ثواني لوزن 52 كيلوغرام. انتهت الجولة الثالثة لوزن 52 كيلوغرام بين الهند إيمت بلو كورنر أوزبكستان زوروف شوكوبيدين. من هو الفائز؟ هل الذهب لأوزبكستان أم الهند؟ اجتهد الملاكم الأوزبكي في 3 جولات وكذلك الملاكم الهندي. استخدم الأسلوب الفايتر في هذا النزال. أعتقد سنستمع للنتيجة. The winner by split decision in the blue corner representing Uzbekistan. بلو كورنر زوروف شوكوبيدين يضيف الميدالية الثانية لأوزبكستان. 3-2 أقنع الحكام. 3 قضاة. ملاكم أكثر من رائع. الملاكم الأوزبكي، المدرسة الأوزبكية تحقق لغاية الآن الميدالية.